إذن تغطيتنا ما زالت مستمرة، وفي هذه الساعة الجديدة الإخبارية نذكر بأبرز العناوين. حزب الله يعلن شن هجوم بالمسيرات على قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب حيفا، ووزارة الصحة في لبنان تعلن مقتل 23 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة. 40% من تلامذة لبنان باتوا دون تعليم، ووزير التعليم يؤكد المشهد تحول 600 مدرسة لمراكز إيواء للنازحين. مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 10 آخرين بعمليتي إطلاق نار وطعن في بير السبع، وغارة جوية إسرائيلية تستهدف 3 مركبات في حمص السورية. بعد مرور عام تسريبات إسرائيلية بشأن تحقيقات هجوم 7 أكتوبر، تكشف إهمال قيادة الجيش لتحذيرات أمنية من السياج الحدودي. وفي غزة، الدفاع المدني يعلن مقتل 17 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جباليا، وقوات الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة. أعلن حزب الله استهدافه قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة حيفا شمال إسرائيل بواسطة المسيرات. قال الحزب في بيان إنه شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة 7200 للصيانة وتأهيل جنوب مدينة حيفا، كما أشار إلى قصف مناطق ومواقع عسكرية بالصواريخ في 5 هجمات أخرى على الأقل. قتل 23 شخصا السبت اليوم أمس جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق مختلفة من لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. قالت الوزارة في بيان إن غارات إسرائيلية طالت بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال، أدت إلى سقوط عدد من القتلى وإصابة 93 شخصا بجروح مختلفة. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل سيدة وإصابة 10 آخرين في عملية إطلاق نار وقعت في بئر السبع. من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم وقع داخل المحطة المركزية وتم تحييد المنفذ بعد ملاحقته بالقرب من عملية إطلاق النار. عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال تفقده القوات عند الحدود مع لبنان بتحقيق النصر في مواجهة حزب الله بحسب ما أفاد مكتبه. قال نتنياهو للجنود إن العالم كله مذهول بالضربات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي للحزب، مؤكدا أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب. إذن للمزيد ينضم إلينا من بيروت الصحفي ويليام عزام، ومن القدس مراسلتنا أحلام عثمان. أبدأ معك ويليام، إذا كان هنالك أي جديد من تطورات سواء على الغارات أو حتى على الحدود. بما أن الآن في هذه اللحظات هدوء حذر يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد نهار شهد سلسلة غارات إسرائيلية، فإن الاهتمام يتجه نحو الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تستمر محاولات التوغل البري الإسرائيلي باتجاه محاور عدة منها يارون التي تشهد تلك البلدة تجددا في الاشتباكات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله، وأيضا على محاور العديسة وكفر كلا ومارون الراس ومجددا بليدة، اليوم مرتين
تحدث حزب الله عن تصديه لمحاولتي تقدم للقوات البرية الإسرائيلية باتجاه تلك البلدة. وأيضا هناك محور جديد هو عين إبل، هناك أيضا حديث من جانب حزب الله عن تصديه لتقدم إسرائيلي عسكري بري باتجاه هذه البلدة. إذن نتحدث عن 6 محاور تشتد من خلالها، تشدد بالأحرى إسرائيل ضغطها العسكري على حزب الله في تلك المحاور من خلال التقدم البري، وأيضا مترافقا مع قصف مدفعي كثيف وغارات جوية. لابد من الإشارة إلى أن مصادر عدة ومدعمة، هذه المصادر مدعمة بفيديوهات وصور تشير إلى تقدم للجيش الإسرائيلي إن لجهة بلدة العديسة حيث تم تفجير مقر البلدية هناك، وإن لجهة يارون حيث تم تفجير منزل وأيضا تفجير المسجد هناك، كما ظهر ذلك من خلال فيديو انتشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل يتحدث حزب الله عن تصديه لهذه المحاولات، وأعلن في 10 بيانات اليوم وحتى الساعة عن تنفيذه عمليات عسكرية، إن من خلال التصدي للتقدم البري الإسرائيلي، وإن من خلال قصفه بالصواريخ وبالمسيرات المفخخة بالمتفجرات لمواقع عسكرية إسرائيلية وأيضا بلدات ومدن إسرائيلية في الداخل الإسرائيلي. هذا فيما يستمر القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق تشكل معقل رئيس لحزب الله في البقاع اللبناني، لا سيما في البقاع الشمالي ومحيط مدينتي بعلبك والهرم. نعم. انتقل إلى أحلام عثمان من القدس، تطلعينا إذا من عندك ماذا يقول الجانب الإسرائيلي في ظل يعني زيارة نتنياهو إلى الحدود الشمالية، الحديث إذا عن تقدم للجيش الإسرائيلي لمناطق في الداخل جنوب لبنان. نعم، الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانت للفرقة 36 التي تعمل وتنشط داخل الأراضي اللبنانية في محاولة للتقدم. بنيامين نتنياهو كان يعمل على تعزيز قوة هذه الفرقة، ويقول بأن منذ أسبوعين بدأ الجيش الإسرائيلي في تغيير موازين القوى وقلب هذه الصورة 180 درجة، وبالتالي الجيش الإسرائيلي سوف يستمر في تمرير ضرباته إن كان لحزب الله أو أيضا في جبهات مختلفة. إذ ما تحدثنا عن العمليات التي يجريها الجيش الإسرائيلي، فنحن نتحدث عن عملية بدأت منذ الأسبوع الماضي، ولكن هناك تقدم وفق وصف الإعلام العبري، تقدم بطيء جدا لقوات الجيش الإسرائيلي، فهي تأتي ضمن البلدات الحدودية المحادية والقريبة جدا لهذا الجدار أو للسياج الفاصل بين الطرف الإسرائيلي والأراضي اللبنانية. ومن ضمن هذه المناطق هي كما ذكرها زميلنا في منطقة العديسي، كفركيلا ويرون ومرون الرأس، هذه المناطق أيضا التي كانت هناك محاولات للتسلل إليها في الأيام الماضية، وكانت هناك مواجهات من مسافة صفر بين مقاتلي حزب الله اللبناني وعناصر أو قوات الجيش الإسرائيلي. عمليا إذ ما رصدنا التحركات أيضا للطائرات المروحية التي تنقل الجنود الإسرائيليين، فكانت هناك عدة مروحيات اليوم التي نقلت الإصابات من الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية باتجاه مستشفى رمبم، وهذا الحديث يدور فقط عن مستشفى رمبم مع أخذ بعين الاعتبار بأن هناك مستشفيات أخرى مثل مستشفى زيف الواقع عند أو في مدينة صفد الذي يتم أيضا نقل الإصابات من قبل الجنود الإسرائيليين إليه. وهنا نتحدث بأنه تبعا للعمليات التي يجريها الجيش الإسرائيلي وفي خضم هذه الحرب، فمنذ بداية هذا الشهر شهر أكتوبر حتى اليوم هناك ما يقرب من 19 إصابة، وإذ ما تحدثنا قتيل للإسرائيليين في صفوف الجنود طبعا، وما يزيد
يزيد عن 110 إصابات، فعمليا هناك استمرارية لهذه الاشتباكات وأيضا للهجمات الإسرائيلية من حيث الإغارة الجوية على مناطق في لبنان. أعود إليك ويليام، كنت بالبداية تحدث أنه هنالك هدوء حذر، هل نتحدث أنه عادة تشتد في ساعات المساء الغارات، وهل ما زال هنالك إذن حالات نزوح في هذه الفترة التي ربما يقل فيها القصف؟ صحيح، نحن نتحدث الآن عن هدوء حذر مؤقت، يعني صارت أو أصبحت عادة هنا في بيروت، ينتظرون الغارات ابتداء من منتصف الليل وصعودا حتى الفجر، وذلك في أعقاب إنذارات يوجهها الجيش الإسرائيلي إلى مناطق محددة للابتعاد عنها أو إخلائها. بعدها بعشر دقائق على الأكثر يتم الإغارة عليها وقصفها من قبل الجيش الإسرائيلي. في هذه الأثناء طبعا هناك عمليات نزوح مستمرة، ولكن ليس من الضاحية، الضاحية شبه خالية، أصبحت شبه خالية، النزوح من المناطق المحاذية للضاحية الجنوبية لبيروت. نتحدث عن الشويفات، الشويفات التي بدأت تتعرض لغارات ولكنها على تماس، المناطق التي على تماس للضاحية الجنوبية. كذلك في منطقة صبرا حيث هناك مخيم كبير للاجئين الفلسطينيين، بالأمس شهدنا بعد الغارات المكثفة وانفجار أحد المخازن وتطاير صداياه باتجاه صبرا، شهدنا نزوحا كبيرا من قبل الأهالي ليلا سيرا على الأقدام وأيضا بواسطة الدراجات النارية باتجاه مناطق أكثر أمانا داخل العاصمة بيروت، ولا يزالون يفترشون الأرض والأرصفة في العاصمة بيروت بانتظار اتضاح الوضع وإيوائهم في مراكز لإيوائهم من قبل الحكومة. نعم، أعود إليك أحلام، بالنسبة للاتصالات التي تجري بين نتنياهو، كان هنالك اتصال بينه وبين ماكرون وأيضا اتصال متوقع بينه وبين بايدن، هل تطلعين على التفاصيل وما المتوقع أيضا؟ نعم، قبل التطرق إلى هذا الأمر، أيضا هناك الخبر الآخر المتعلق بوزير الدفاع الإسرائيلي الذي سوف يزور الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في إطار القضية الإيرانية ومن أجل التنسيق الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. أما إذا عدنا للحديث عن الاتصال بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي، فعمليا هذا الاتصال يأتي بعد أن كان هناك لهجة تصعيدية من قبل بنيامين نتنياهو باتجاه الرئيس الفرنسي، وذلك بسبب منع فرنسا لإمدادات الأسلحة لإسرائيل، ولكن هذه الأسلحة المتعلقة في قطاع غزة وليس بصورة عامة. فعمليا كان هناك غضب عارم من قبل بنيامين نتنياهو حول هذه المسألة، واليوم تم الحديث حول هذا الموضوع، وبنيامين نتنياهو كان قد قال بأن إسرائيل سوف تستمر في عملياتها مع السلاح الفرنسي أو بدونه. واليوم كان بنيامين نتنياهو قد أكد للرئيس الفرنسي بأن يجب دعم إسرائيل في حربها هذه، وهذا الأمر المنوط أيضا بإيران، فعمليا إيران وفق بنيامين نتنياهو هي تمول الجبهات الأخرى في العراق وسوريا وفي اليمن وأيضا في قطاع غزة و لبنان. أما فيما يتعلق بالمحادثة التي هي بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو، هي محادثة مجدولة منذ الأسبوع الماضي، ولكنها سوف تأتي في إطار الضربة المرتقبة من إسرائيل باتجاه الأراضي الإيرانية. هناك محاولات من قبل واشنطن من أجل عدم ضرب المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل، وإنما العمل من أجل عدم الذهاب في حرب إقليمية أو حرب شاملة. نعم، شكرا لك أحلام عثمان من القدس، وأيضا للصحفي ويليام عزام من بيروت.